بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن فيتامين دي. طبعا فيتامين دي يتواجد في كثير من المواد مثل الحليب والبيض والسمك، وكذلك يقوم الجسم بإنتاج هذا الفيتامين عنده يعني تعرض الجسم المكشوف لأشعة الشمس. ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ظهور مرض اسمه لين العظام طبعا، وتأخر بزوق الأسنان، وكذلك إلى تشوهات في شكل الأجنة وارتفاع في نسبة تسوس الأسنان. وأيضا أنا أنصح إلى يعني أنصح المصابين بنقص فيتامين د بمراجعة الطبيب وفحص يعني فحص شامل لجميع الفيتامينات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.